اللي أقولها يا عم، هي المكسيك دي بعيداً عن القاهرة؟ المكسيك دي بعد أبو ظبي، وأبو ظبي دي بعيداً عن المكسيك. اسكت. يعني المكسيك فين؟ في أمان. إيه اللي في أمان؟ يعني بيركبوا لها عربية ولا بيركبوا لها موتوسيكل ولا بنروح بالجمل؟ أنا شايف. يا سلام، كلكم بقيتوا أساتذة الجغرافيا؟ خلونا نركز. شفت أبو الصحاب؟ طلع الموضوع بتاع الراجل المكسيكي ده مظبوط، طلع بجد وبجدية وكل الحارة بتتكلم عليه، طلع أخو العيال. دي كده يقصت وزغيطت وعايزاك بقى تروح تنقط يا خيبوش. لا، ونقطة إيه؟ بالجنيه المكسيكي. جنيه مكسيكي يعني 2 جنيه ونص مصري. يا جدع اتنيل 2 جنيه ونص إيه أنت راخر؟ طب أنت خدت بالك بقى من الحتة بتاعت موتيب عالمي دي؟ خدت بالي. الموتيب ده بقى زميلي، بس هو في كايت طيب تاني، يعني ما بيلبسش كايفات زي كده. يا دي النيلة. طب أنت ناوي على إيه يا خيبوش فهمني؟ ناوي على إيه؟ ناوي ما تعديش بالساهل. إحنا هنخليهم يجيبوه وخربوش وحريقة يقلبوه. أيوه عليك يا عم خيبوش، يا متكتب يا حلو. أيوه يعني أنت ناوي على إيه؟ ما أنا مش فاهم برضه. يا جدع. حرامي. حرامي. مش أنا. حرامي. مش أنا. يلا مين؟ الحقوني. حرامي. إيه ده؟ مين البت دي؟ مين ده؟ أنا حبيبي ابن ظريف. بلا ظريف بلا لطيف، ده أنتوا الاتنين دمكم يلطش. مين الواد ده؟ في إيه يا أم؟ كان بيعمل إيه عندي في الحمام؟ في الحمام؟ يا كلب يا حيوان. مش أنت عارف إن أنا هدخل الحمام؟ صحيح يا أم، ده مستأذن منه إن أخش الحمام. نهارك أسود. انت مأكل الحمام بتاع المرحله الرمية؟ لا يا ماما، معلش معلش، هات 20 جنيه، هات 20 جنيه. معيش غير 100. معلش يا ماما، نسامحه، معوش غير 100. ده غير الحمام؟ ايه هو ده؟ مش حمام بيت امبابه ده؟ ايوه يا ماما. معلش. اقعد. عصير على الارض. هادي يا ماما، هادي. في ايه يا ماما؟ ايه ده؟ نهار اسود. ايه يا ماما؟ ممنوع في بيتي؟ ممنوعك ليه يا ماما؟ يا الفاكهه مسممه؟ فاكهه؟ الفاكهه دي انا مش شايلها بقلعص انا؟ شيلنا بقلعص سنة. هو في فاكهة ياما في البيت؟ ده عمرو اللي داخل علينا مش فاكهة دي. مين عمرو ده؟ عمرو ده. وانت بقى؟ انت مين انت الواد؟ مين اللي واخد لفيت؟ انت بيك كده ليه؟ ها؟ وشعرك مسلسل كده ليه؟ انت من سوريا ولا من لبنان ولا منين؟ انت منين؟ يا سمع عسلية 200 جنيه زمارة. غالي قوي. في العتبة ب 50. وفي في الموسكي ب 10. خلاص؟ خلصتوا التعارف والعسل خلاص؟ بس بقى عشان فاضل نص ثانية على البرنامج. انتوا بتتفرجوا على ايه وصاحبين الكهرباء دي كلها؟ البرنامج ياما، البرنامج هيبدأ. وفي إطار رحلته لأفريقيا وتحت شعار مصر هي أمي، هنلتقي بالنجم المكسيكي العالمي حمودة أنطونيو جونزاليس، اللي فاجئنا إنه هيعمل أول كليب ليه في مصر، واللي اتفاجئنا كمان إنه من أصول مصرية وأمه اسمها إمبابة، وهو سعيد جداً إن أول كليب ليه هيكون في مصر الحبيبة. أخويا! أنا قلت! أيوة بقى! قلتلكم! وده هنوصله إزاي يا عمر؟ بس بقى، أنت كده جيت لي ملعبي وفي وسط جمهوري. خطفني ابويا طلق سماح وخطف معلقه معايا. طب ما المصلحه دي رايحه مننا فين؟ ما هو ما المكتب بقى. اسكت، كنت هجيبها لك بس اصطلحوا. امتى؟ من ساعه ما حماد هلال اتدخل. اعوذ بالله، ما جيش من ورا الفقر. بس ما تاخدنيش في دوكه، انا بعت لك 3 زباين الاسبوع اللي فات من على الجروب. اول واحده اسدالي سر جمالي وقالت لي على الجروب ان هدتك 80 جنيه. ال 80 جنيه جبت بيهم الجبنه البراميلي والكريم بتاع تشوهات الكعبين. بس ده انا كده اللي بصرف على البيت. لا يا حبيبتي، ده جروب مطلقات ولكن هو اللي بصرف على البيت. طيب، وبعت لك الادمن بتاعت الجروب ذات نفسها. مين دي؟ امراه ولكن. امراه ولكن؟ امراه ولكن امراه يا اختي، بس ولكن اعوذ بالله. ليه؟ انت ما حلتلهاش مشكلتها؟ لا ما حصلش والله، ولا جيت ناحيتها. بس دي غيرت صوره البروفايل، انا كنت فاكراها بتحتفل. حاطه صوره مين؟ البوي فريند. بوي فريند ايه؟ ده صورتها من غير المكياج. يا مراري. طب وزهره اللبلاب؟ اعوذ بالله بقى من دي حكايه. دي عايزه تبقى سنجل مازر. يعني هي عايزه تبقى سنجل ولا مازر؟ في بيت الغباء. دي عايزه تبقى سنجل مازر الاثنين مع بعض.
يا لهوي، وده يعني ايه؟ يعني عايزه تخلف من غير جواز يا حبيبتي. طب وهو لازم؟ ما احنا ما بنخلفش ومتجوزين. هو في حاجه فايتانا؟ تقريبا في حاجه الناس كلها عارفاها بس ما حدش بيقولها لنا. عامه هي ادتك 50 جنيه. الخمسين جنيه بتاعتها دي والله العظيم ما كنت عايز ادخلها البيت. بقول لك ايه؟ ايه؟ سيبك انت من الموضوع ده بقى، خلينا نركز ايه؟ في اخوهم. الراجل ده طلع تقيل موت. انا قلقانه منك يا عمرو. حاكم انت عامل زي اللي بيقعدوا يبيعوا الحاجات كده اونلاين وبعدين تشتري منهم تلاقي حاجه تانية خالص. يا ستي ابوس ايدك، خلفي توقعاتك بره وخلي عندك ثقه فيا. لا هو كده، المجامله على قد المعامله. ايه كلام التكاتك اللي مالي البيت ده؟ الراجل ده انا ما سرشت عليه لقيته جامد جامد. مؤتمرات ايه، حفلات ايه، ندوات ايه، سوشي ايه، ده بيركب الطياره وينزل عادي كده. لا ما تقولش، بس اوعى يا عمرو دماغك تكون موديك كده ولا كده. حكيم انا عارفاك، انت نفسك تبقى كويس بس الشيطان عامل لك عروض. والله كل عروض الشيطان فاتتني، هاتيني قاعد معاك اهو. مش عارفه انت قصدك ايه بس مش مرتاحالك. المهم عايز ايه من الراجل ده؟ الراجل ده ما ينفعش معاه اي سكه شمال، خليكي فاهمه. ها انا عايز اقرب منه بجد في السليم، نطلع منه اي مصلحه. بس يلا، عند المصالح الكل بيتصالح. جو السواق توك توك اقسم بالله. الحلوه يا بلدي. ايه ده اللي انا بقوله ده؟ انا مستقبلي الفني بينهار. انت بتكلم نفسك يا زماره؟ ايوه بكلم نفسي يا افراح، وانا لقيت نفسي اكلمها وما كلمتهاش. انا مخنوق قوي يا افراح، ما بقتش عارف اكمل الاغنيه كلها على بعضها. ايه بس اللي مضايقك؟ الموضوع مأثر على ابداعي قوي يا افراح، والواد اخوك عسليه يا عيني، اتمص وبقى شبه العسليه فعلا، بقى بيحلم بكوابيس. الواد اخوكي بقى بيتكلم وهو صاحي. يا لهوي، بيتكلم وهو صاحي؟ طب ما ده عادي عبيط. ايه ده عادي؟ ايوه عادي. امال انا قلقت ليه؟ انا عارفه. خلانا اقلع عليه وانا فضيله هو كمان. من وانا صغير يا افراح والعيال بتعايرني في الحاره ويقولوا لي يا ابن الرقاصه، وانا اقول لهم انا مش ابن رقاصه انا ابن مغنيه، يقولوا لي يا ابن المغنيه الرقاصه، عشان امي كانت بتعمل كده وهي بتغني، وانا قلت لها يا امي ما تعمليش كده وانت بتغني. اما لما يعرفوا بقى انها اتجوزت كتير هيقولوا لي يا ابني متجوزه كتير. قطع لسان اي حد يكلمك، اي حد يكلمك قول لي عليه وانا انزل اديله بالجزمه. الواد سعيد السنسيل هيشوف، والواد كباك هوريه. المشكله مش مين بيتكلم افراح، المشكله ان انا بكتم في نفسي، ولما بكتم في نفسي ده بيأثر على صوتي. انا بقيت اخش في مقام ما اعرفش اطلع منه، مش عارف اطلع من المقام افراح، مخنوق في المقام. لا يا حبيبي انا مش عايزك تخنق نفسك، انا عايزك تفكر بطريقه احسن من كده. وبعدين انت امك بتتجوز على سنه الله ورسوله، هي كترت شويتين بس معلش في الاخر ده جواز. بس ده هزني يا افراح، خلاني مهزوز في وسط الحوار. انا بسلم على الناس ما اعرفش مين صاحبي ومين اخويا. عم احمد بتاع الفول ده لو طلع اخويا هطلب منه سندوتشات بقى انه وش. انا بقى مش عايزاك تفكر بالطريقه دي ولا تتهز، عايزاك تفكر لما تورث ويبقى معاك فلوس كتير وتجيب فيلا وعربيه وتبقى مطرب مشهور وتعمل حفلات. يا افراح، وحط فلوس في البنك ويبقى معايا فيزا كارت، واجيب حمام محشي فريك واتعوج على الحاره دي واقول لها يا حاره يا معفنه. يا حاجه زماره؟ لا انا بفضفض مع اختي شويه.